السلام عليكم، نبدأ معكم فيديو جديد عن خدمة الباص. هنخدمو بهذا معبل افي، هنخدمو من الداخل. إذا بغيتو تخدمو بيه تتحركو مزيان من تحت لتحت. المهم الباز راني مسحته، تيتمسح مزيان من الداخل ومن الخارج حتى تخدمي عليه. مع نخدمو من الداخل غنبدا من التحت، الصباغة بحال غنحطها، غنحط ونبدا نطلع. عندي التحت شوية مضيق، غنصبغو هو الأول. نمشي معاه بشوية تنطلع من فوق. المهم انا تيبان ليا من الخارج البلاصة اللي خدمت والبلاصة اللي ما تقاسش بالصباغ. تكون خاطرة. المهم الخدمة ديالها هي ماشي تتصبغي وتجري الشيتة، المهم تتحط بحالا تتحطي وتتمي طالعة على حسب ديك الحاجة اللي غتخدميه. إلا كانت مسطحة تتمشي نيت معاها بحال هكا بحالا تتحطي وتتزيدي. بقيت خدمت بحال هكا دوري تبدي من التحت باش يجيك ساهل. الا بديتي من الفوق الا جيت خشي يدك غتعمر لك. وهاد المغرب فيه تقنيات عديدة، تقدري تخلطي هنا جوج الوان، تيتخدم حتى هو على العود وتخدم على الطين. وانا نخدمو لكم اليوم على الدجاج. المهم غنخدمو كامل ان شاء الله ونخليوه ينشف. غنوري لكم عاوتاني الصبغه اللي غندير ليه، نوريكم كي غيجي. انا قربت نكملو دابا. هو تخدم كله دابا من الداخل ودابا غنخليوه ينشف. ياو كيشف ملي غينشف عاد غنصبو عاوتاني. هو بعد ما نشف مزيان عاد غنخدمو بهاد دوغا كلاص. المهم انا اختاريت هاد اللون، نتوما اختاروا اللون اللي بغيتو، اكثر هي اللون الناصحين تيجيو فيه.
داخل مع غرق، انا غنخدمو بالطنجة. تمي غادا من تحت وبالاول تمي طالعه بشويه بشويه باش ما تكرهونيش يدك. تاتوغا كلاص فيها الالوان بزاف. تتخدمي من التحت للفوق باش ما تجيكش الخدمه صعيبه. هو تيبان ليكم دابا خدمي كله. هو بعد ما كمل خصو مازال ينشف، هو كي تيجي وخدمت بيه هاد لي سوطاس هما على حسب في المغض والصباغ اللي درتي ليه لتحت. هنا انا كثرت افيما هنا جا خفيف وهذا هذا مصبوغ بالكحل. تنتمنى التقنية تعجبكم.